هو الجل ده اللوي فيرا اللي كيما كنت نقول لي زيفي نتاعو اللي هو مرطب ايدغاتون ابيزون مهدئ سيكاتريزون كيف كيف لهنا نقصد اذا كان فما جرحه شيحه مش فيها دم دونك يلمها ريغولاتور دو سي بون معدل للزيت نتاع البدن دونك ينقص من كميه ينقص من الافرازات نتاع السيبوم ينشط الدوره الدمويه نجمو نستعملوه بوغ لي جون بلورد هذوما الكل قلتهم ما نسيش نعاودهم باش معناتها اللي ما شدوهمش يزيدوا يشدوهم عنده انيفي انتي انفلاماتوار ضد الالتهاب انيفي انتي فونجيك ضد الفطريات وهذاك علاش نجمو نستعملوه دون اون كور بوغ ان شامبوان افيك دي بيليكول بالنسبه للشعر pour un shampoing antipelliculaire. Nous, je me stamme un shampoing antipelliculaire. Il y a une cure antipelliculaire. Le char, il y a une cure. ولا اللي فيه التبريء خاطر فما انواع نتاع قشره سبب فيهم فطريات دونك نوليو نجمو نعملو ان مساج سيركولير قبل الدوش معناتها قبل ما نغسلو الشعر بساعه افيك لو جيل دالوي فيرا ويقعد الجيل ساعه يبدا عنده انيفي انتي فونجيك دونك يقاوم الفطريات اللي تسبب في القشره عنده زيادة ان ايفي انتي دولور ديما اي حاجه انتي انفلاماتوار اي حاجه عندها مفعول ضد الالتهاب راهي عندها مفعول ضد الالم خاطر الالتهاب والالم مربوطين ببعضهم وذلك علاش موجود برشا جلد لوي فيغا في الكريم ابيزونت نتاعنا اما ماهوش كافي وحده باش ينحي الام كبيره ينقص من الالام احنا في الكريم ابيزونت عندنا مواد اخرى فعاله اضفناها للجل دالو فيغا باش تكون نوتر كريم بريز افيكاس Il est aussi freineur de la chute des cheveux, donc il نقص من طيح نتاع الشعر اللي كيما قلت لكم ماناش نقصدوا الطيح اللي وراه مرض معناتها مرض ما الطيح اللي يجي من ستريس ولا الطيح اللي ممكن يجي من البيليكول زاد من القشره ينقص فيه دونك نستعملوه بور لو فيزاج بور لو كور اي بور لي شوفو عنده دو زيفي زوز انواع من لي زاكسيون عنده ايفي ريباراتور ايميديا معناتها دوبا ما نحطوه نحسوا بالتاثير نتاعو وعنده ان اوتر ايفي اللي لازمو شويه وقت بوغ لي في ريباراتور ايميديا اذا كان عندنا حرقه بروميي دوغري بالطبيعه مش دوزيام ولا تروازيام كي نحطوه مش تبرد في ساعه اذا كان فما كوت سولي كيف كيف اذا كان فما حاجه تحك فينا اذا كان فما قرصه نتاع انسكت ولا ابري ايبيلاسيون لي في نتاعو باش يكون بالوقت معناتها دوبا ما نحطوه باش نتحصلوا على لي في خاصه اذا كان احنا حاطينه في الفريجيدير لي في نتاعو باش يكون اونكور مش يزيد ان اوتر ايفي اللي هو لا كريوثيرابي اللي هي العلاج بالبرد دونك باش نعملو ان اوتر ايفي مع لي زيفي نتاعو الانتي انفلاماتوار و اتسيتيرا ومش يكون فريمون انستونتاني دوبا ما نحطوش نحصلو على الايفي كيف كيف كيما عنده ان ايفي انستونتاني عنده ان ايفي اميليورون اللي ياخذ شويه وقت اذا كان نحبوا باش نستعملوا كونتر لي فيرجتور ضد التفزير اللي هما كيما قلت لكم لي كاسور اللي يصيروا في الجلده وقت الجلده مش يزيد الحجم نتاعها بسرعه اذا كان نحبوا باش نحسنوا لي فيرجتور باش نستحقوا شويه وقت مش من اول استعمال باش يعطي نتيجة كيف كيف ضد لاكني حب الشباب ضد لي ريت خاطر عنده ان ايفي انتي ريت زاده وذاك علاش الكريم دو نوي نتاعنا لي تري ريش ان جيل دالوي فيرا عنده دي زيفي يفتح شويه لي تاش برو عنده دي زيفي يل سولاج لا دولور دي فاريس هذاك علاش نجمو نستعملو كيما قلت لكم بور لي جون بلوغ اما مش من اول استعمال استعملته باش يكون ريزولتا 100% يستحق شويه وقت دونك عنده دو تيب دي في ايفي ايميديا اي ايفي ا كور تيرم نقول يعني ابري كيما نقولوا دو سيمين نجمو نلاحظوا المفعول نبداو نلاحظوا في المفعول كما قلت لكم نجم نستعملوه زادا بور لي شوفو اي سورتو لي شوفو غرا خاطر هو يشيح شويه كيما ما يشيح البشره يشيح لي شوفو افيك ان مساج او نيفو دي راسين والمساج يكون سيركولير في حركات دائريه وعنده ايفي اونتي شوت وان ايفي كونتر لي بيليكول ضد القشره دونك نجمو نستعملوه نعطيوه كباك افيك
le shampoing interne antipelliculaire, zidou natiou le gel d'aloe vera, yoli impact antipelliculaire. Pour les conseils, et les flèches ils sont bloquées. Pour les conseils et les réponses aux questions. Mais l'estamil nta gel d'aloe vera, بالنسبه للناس اللي عندهم allergy في العائله للالوي فيرا, ردوا بالنا ما يحطوش ديريكت على وجههم, يعملوا ان بيتيت ايسي في البلي دو كود, في البلاصه هذه البلي دو كود يجربوا يحطوا شويه ويخليوها 48 ساعه ما يغسلوهاش. اذا كان البلاصه ما ولاتش حمراء ما حمرتش دونك ما عندهمش allergy. اذا كان من هنا ل 48 ساعه, خاطر ساعات الالرجي ما تظهرش في ساعة, تظهر مش بالوقت, مش بعد بساعة ولا بعد ساعتين, تظهر في الاخر. دونك نخليه 48 ساعة ما نغسلوهاش باش نتأكدوا, خاصة للناس اللي عنده مشكون في العائلة عنده الالرجي. الاستعمال يكون في الوجه, في الرقبة واليدين في الليل. نحب نأكد بالله في الليل على خاطر عنده انيفي فوتو سنسيبيليزون. صحيح هو عنده انيفي ابيزون كي بلاصة دا مثلا تحك ولا تاكل يهديها, لكن كي نحطوه على وجهنا ونخرجوا به للشمس, الشمس وقتها نجم تضرنا اكثر. ما عمرنا ما نحطوه في النهار. ديجا تقول لي احنا بطبيعتنا مش نحطوا انيكرون سولير, ولو هو يتحط في الاماكن اللي عرضه للشمس في الليل. اذا كان باش تدهنوا على بلاصه مغطيه بالحوايج نجم تستعملوا في النهار. اذا كان تحب تستعملوا بوغ ان في اونتي فيرجوتور في الكرش وبعد مش تلبس حوايج مش مشكله. دونك عندنا 3 برودوي اونتي فيرجوتور, عندنا الجيل دالوي فيرا, عندنا الفوغ رويال, وعندنا الويل دارغون. كل واحد والتكستور اللي يحب يستعملها, ولي فيرجوتور راهم تتعرض لهم المراه ويتعرض لهم الراجل زاد كيف كيف. تدخل المراه اكثر شويه خاطر البو نتاع الراجل الي بلو زيلاستيك كو لا بو دو لا فام, مرينه اكثر, فيها دي موليكول ديلاستين اكثر من المراه. خلق يعني من عند ربي, كيما ما عنده هو دي موسكل اكثر وعضلات اكثر من عند ربي, عنده دي موليكول ديلاستين اكثر شويه, لكنه عرضه لليفيرجوتور, خاصه كي يصير ان شانجمون في الوزن, في الماس, كيف يبدل الوزن نتاعو معناتها بسرعه يولي عرضه زاده لليفيرجوتور. دونك نجمو نستعملوه كيما قلت لكم في البلايص اللي مغطيه بالحوايج في النهار, في البلايص اللي اكسبوزي للشمس كيما الفيزاج والكو اي لي ما رانا نستعملوه من ليل لليل. وكل بو كيفاش, فما اللي يستعملوا كل ليله وما شيحلوش برشا, وفما اللي يلاحظ اللي شيحلو برشا وجهه يولي نجم يستعملوا ليله بعد ليله. دونك دو بريفيرونس نحطوه في الفريجيدير بوغ ان ايفي ابيزون تري رابيد, وباش تنضاف له زاده وظيفه اخرى اللي هي لا كريوثيرابي. Il est vraiment un traitement efficace pour le visage et les cheveux gras.